شيخ عطية صقر، رجل عنده مبلغ من المال يستطيع الحج به، ولكن عنده ولد يستحق الزواج أو يجب زواجه حتى لا يرتكب إثم الزنا، فأيهما يفضل، أن يحج الأب ولا يتزوج الابن، أو يتزوج الابن ويؤجل حج الأب؟ من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى فرض الحج على المستطيع وحذر من قصر فيه، كما يدل عليه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال جمهور الفقهاء إن الحج واجب على الفور، يأثم الإنسان بتأخيره. وقال الشافعي: وواجب على التراخي، لو أخره لا حرمة عليه، ولكن يكون عالقا بذمته لا يبرأ حتى يؤديه، وإن مات وجب الحج عنه. أما مساعدة الولد أو البنت على الزواج فهي سنة وليست واجبة، وإذا تعارض الواجب مع السنة قدم الواجب، وهذا محل اتفاق بين الجميع، والله أعلم.